في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن آله الطاهرين وعن خلفائه الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين، واغفر اللهم للتابعين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، كما لا يخفى عليكم أن الدرس هو تفسير وتأملات في آيات الحج، وبما أن الآيات كثيرة فما لا يدرك كله لا يترك جله، فنسأل الله العون على أن نأتي بما يتيسر وبما يفيد في آيات الحج. وينبغي أن يعلم أيها الأحباب أن ما يقوله الفقهاء والعلماء في ضبط أحكام الحج لا يغني عن كتاب الله وعن تدبر آياته البتة، وينبغي أن يهتم لهذا ويعتنى به وينتبه إلى قضية، وهي أن في القرآن خاصية وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن وحي يوحى، خاصية لا توجد في سائر كلام البشر وإن كان صحيحا. تدبر هذا السر في كتاب الله، في قول الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالوحي روح به تكون الحياة، ويتحقق قول الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فكلام العلماء يضبط السلوك الخارجي، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تحج، ويعطيك الأحكام الدقيقة، الأركان والواجبات والشروط والسنن. أما خاصية حياة القلوب فهذا سر في الوحي، من يتدبر كتاب الله ويحرك به قلبه تأتيه هذه الخاصية، تأتيه الحياة، حياة القلوب. فكلام البشر هو معلومات تخزن في العقول، وكلام الله ومثله أو قريب من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم له خاصية الوصول إلى أعماق القلوب فتكون به الحياة. فلا يجوز لمن يرغب في هذه الحياة أن يستغني بكلام البشر عن كلام رب البشر، بل تكون كلمات العلماء وفقههم كالفهرس الذي يدلك على المعلومة ويضبط به سلوك المسلم الظاهري. ثم نعود إلى كتاب الله، نقرأه ونتدبره ونحرك به القلوب، فحينئذ يجتمع لنا ضبط السلوك الظاهري وحياة القلوب الباطنية، ونكون ممن قال الله فيهم إن شاء الله:
أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وضع هذا في بالك: الوحي القرآن للإيمان كالروح، بل هو روح، فالجسد لا يحيا إلا بالروح التي هي نفخة الملك، والمؤمن لا يحيا قلبه إلا بهذا الروح الذي نزل به الروح الأمين على قلبك. إذا عرف هذا فنأتي إلى ما يتيسر من آيات الحج، ونبدأ بقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات: مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. في الآية الأولى إشارة إلى أن هذا البيت، وكما سيأتينا في سورة الحج، هو البيت العتيق، وذكر العلماء المفسرون أن من أسباب التسمية أنه البيت القديم. العتيق يطلق ويراد به عدة إطلاقات، منها القديم، فهو أول بيت وضع للناس، وهذا يعني أنه أول بيت عبد الله فيه، عبد الله فيه. وقد اختلف العلماء هل الذي ابتدأه إبراهيم، أو أن الله جل جلاله أمر آدم عليه السلام أن يبني هذا البيت ثم تهدم وجدده إبراهيم. وكل له وجهة ودليل. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وبكة من أسماء مكة، مباركة، مباركة. من آثار هذه البركة أنه سبب لغفران الذنوب. من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من آثار هذه البركة أن الحسنة تضاعف، فالصلاة فيه بمئة ألف صلاة، بمعنى أن المسلم لو صلى يوما خمس صلوات فلن يستطيع أن يؤدي هذه الصلوات بعيدا عن هذا البيت أو عن الحرم إلا بما يقارب 250 سنة. وهذه بركة، وأي بركة أن تصلي يوما واحدا في بيت الله لا تستطيع أن تحصل على ثوابها إلا بما يقارب 250 سنة. هذه بركة، وأي بركة. من بركة هذا البيت، وهذا مجرب ومشاهد وقد نلتمس له أدلة، أن العطايا الكبار، المنح الربانية الكبار، تكون في هذا البيت. يقول بعض العلماء أن الله جل جلاله منح إبراهيم عليه السلام الإسلام والإيمان والنبوة خارج هذا البيت، فلما أن أراد أن يجعله للناس إماما ويكسبه الخلة التي هي أعلى الدرجات أرسله إلى هذا البيت ليتوج الإمامة والخلة في هذا البيت. فقد ابتلى الله إبراهيم بكلمات، ومن أعظمها ذبح ابنه إسماعيل عليه السلام، فلما وفى كمل الله له العطايا الجزال وأعطاه الإمامة وجعل في ذريته الكتاب والنبوة وكساه بكساء الخلة. أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد أعطي ما أعطي إبراهيم،
وزيادة وهي المحبة التامة، كل هذا وهو في مكة، لأن العطايا الكبار إنما تكون في مكة. فيا ترى أيها الحاج، ماذا خبأ الله لك من عطايا كبار؟ قد يكون الله يسر لك الحج هذا العام لتعطى، فأكثر من سؤال الله ما ينفعك في الدار الباقية، وسيأتينا زيادة تفصيل عند شرح آية البقرة. ولله على الناس حج البيت، هذه الآية كما يقول جمهور العلماء هي الآية التي دلت على فرضية الحج، وإن كان البعض يقولون بل آية البقرة. فهذه الآية تبين أن الله قد فرض على أمة محمد الحج، ولله على الناس حج البيت. ثم يسر الله هذا الأمر فقال من استطاع إليه سبيلا، فليس كل من يرغب في الحج يستطيع، فهون الله على المؤمنين بأن جعله فريضة على المستطيع. والاستطاعة كما يقول الفقهاء بأمور، منها الزاد والراحلة وأمن الطريق وضرورات الحياة له ولأولاده ولمن يعول، والمحرم بالنسبة للمرأة. وأما القدرة البدنية بمعنى أن يكون قادرا على الوصول إلى هذا البيت فلا تسقط الوجوب، وإنما تسقط الرحيل عليه أن ينيب غيره فيحج عنه بماله. وبهذا يعلم أن الحج من العبادات العظيمة ومن العبادات القديمة التي كانت في ملة إبراهيم عليه السلام، والعبادات التي لا يستغني عنها إنسان كالصلاة والصوم والحج والزكاة، هذه لم تخلو منها شريعة. فتجد أن بعض الأنبياء يقول وأوصاني بالصلاة والزكاة، مما يدل على أن الصلاة والزكاة وكذلك الحج من ملة إبراهيم، فضلا عن التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. الأمور الكبار سواء أصول العقائد أو أصول العبادات ليست خاصية لهذه الأمة، ولعل هذا السر في قول الله تعالى ولله على الناس، ما قال عليكم. وكذلك الصوم قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لما قال كتب عليكم بيّن أنه أيضا مكتوب على من سبقنا، لكن هنا قال ولله على الناس، مما يدل على أنه ليس خاصية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. القول المشهور أن من كفر بفرضية الحج، بمعنى قال لم يفرض الله الحج، فهو كافر بإجماع الأمة لأنه مكذب لله. الله جل جلاله يقول ولله على الناس، وهو يقول الحج ليس واجب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس، وذكر منها الحج. ثم هذا يكذب الله ويكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك في كفره. وبنص هذه الآية ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وبعض العلماء يقول الأمر أكبر من هذا، ليس هذا الكافر هو من أنكر الوجوب والفرضية، بل من فرط في الحج وهو قادر ولم يحج
فبعض العلماء يقول هو كافر، وقد صح عن عمر رضي الله عنه كما يقول ابن كثير أنه قال من تهيأ له الحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، مما يدل على أن عمر يرى أن القادر على الحج ولم يحج وإن كان تكاسلا وتهاونا فإن مات قبل أن يحج فهو كاليهودي وكالنصراني، مما يدل على كفره. والمسألة في ترك الأركان الإسلام غير الصلاة تهاونا وكسلا هل يكون كفرا أو لا، مسألة خلافية وقديمة. وهذا يؤكد للمؤمن أنه لا ينبغي له التساهل إن كان قادرا، لا ينبغي أن يسوف، بل جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يحج فليعجل فإنه لا يدري ما يعرض له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، وقد صحح هذا الحديث الألباني. كلمة من استطاع إليه سبيلا تجعلنا نقف وقفة، وهي أن كثيرا من أثرياء المسلمين يحرصون على تحجيج غير القادرين ويظنون أنهم يكسبون من الحسنات ما لا يمكن تحصيله فيما لو أنفقوا أموالهم في طرق أخرى، وهذا من عدم الفقه، هذا من عدم الفقه. قد يكون الجهاد بأمس الحاجة لهذه الأموال، بل قد يكون فرض عين إما في بدنه أو في ماله بالنسبة للقادر، ثم تجد أنه يفرط ويذهب ويبحث عن أناس لم يحجوا، وهذا من عدم الفقه. فلا ينبغي أن تقدم النوافل، لأن هؤلاء ما دام أن الله عذرهم ورفع عنهم وجوب الحج لا يلزمهم الحج وهم ليسوا آثمين لو ماتوا ولم يحجوا، فيصبح إعانته في حق هذا الغني نافلة، ليس واجبا عليك أن تحججه. بينما هناك من مصالح المسلمين ما هو بأمس الحاجة لهذا المال، بل قد يكون تعليم ابن هذا الفقير القرآن والدين وتشجيعه على طلب العلم أولى من أن يحجج لأبيه، يعني تشجيع الابن على القرآن والعلم الشرعي أولى من أن يحجج لأبيه، أن يعان والده، أن يعان والده على الحج وهو لم يلزمه. فليكن عندنا فقه الأولويات، بمعنى لا نحرص الحرص كله على تحجيج من لم يلزمهم الحج لأنهم فقراء، ونترك أبواب خير عظيمة هي بأمس الحاجة لهذه الأموال، لا سيما في مثل هذه الأزمان التي تضيق مكة والمشاعر بالقادرين، بل إن كثيرا من القادرين لا يتيسر له الأمر من يعني كثرة من سبقوهم بالتسجيل في بعض البلدان أو عدم تيسر حملة في هذه البلاد، وقد يكون من الأسباب كثرة تحجيج الفقراء وهم لم يجب عليهم الحج. فلنفرح برخصة الله جل جلاله في قوله من استطاع إليه سبيلا، ولا نشتط في تكليف أنفسنا ما لا نطيق، ولا يبالغ الأثرياء في تحجيج الفقراء وليبحثوا عن مصارف أخرى لأموالهم.
المقطع الثاني في سورة الحج في قول الله جل جلاله: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الآية تتحدث عن تاريخ وفترة مظلمة من تاريخ البيت العتيق وهو تسلط الكفرة عليه، تسلط من ليسوا بأهل أن يرعوه وهم كفار قريش، حيث منعوا المسلمين وصدوهم عن المسجد الحرام. ويقول الله سبحانه وتعالى عن هذا المسجد: جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، العاكف المقيم أهل الحرم، والبادي يعني من أتى من البادية، من خارج منها، خارج من الحرم، فالكل في هذا سواء. وبهذا يعلم أن الحرم يعني ينبغي أن يترك للناس، هذا هو أمر الله. ومنى مناخ من سبق، وكذلك مزدلفة، وكذلك عرفة، بل بعض العلماء يرى أن مكة إنما تسكن لكن لا تؤجر، والمسألة خلافية بين المذاهب الأربعة، استدلالا بقول الله تعالى: سواء العاكف فيه والباد، يعني أهل البلد وضيوف الرحمن هم سواء في هذا الحرم. من احتاج من أهل مكة أن يسكن يسكن، لكن من لا يحتاج لا يؤجر وليترك مكة ومنى وعرفة ومزدلفة لمن سبق. والمسألة في مكة بالذات، في بيوت مكة الخلاف قوي، وعمر رضي الله عنه اشترى دارا لصفوان بن أمية مما يدل على أنها تملك وتورث، و يعني هي كسائر البلاد الأخرى. لكن بالنسبة لمنى وما عدا ينبغي أن تترك للسابقين، هذا أمر الله. يقول الله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. تأمل لفظ من يرد فيه بإلحاد بظلم، من يرد، فمن خصائص هذا البيت كما يقول ابن القيم وغيره أن الله يعاقب على إرادة الظلم، إرادة الإلحاد، فمن عزم وصمم على الإلحاد في البيت يعذب، بينما في غير هذا الحرم من هم بسيئة ثم لم يعملها فإن تركها لله كتبت حسنة، وإن تركها عجزا كتبت سيئة، كما في حديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما. فعلى أي حال، لو أراد السيئة، مجرد أراد ولم يعزم ولم يعمل في الحرم، تكتب سيئة ويعذب عليها، في غير الحرم لا تكتب. هذا معنى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وينبغي أن يعلم أن هذا التهديد مطلق الزمان، نذقه من عذاب أليم، يعني لم يقل في الآخرة ولم يقل في الدنيا، فقد يشمل العذابين. بل ابن القيم رحمه الله يرى إن المعصية في الحرم، المعصية في الحرم مثل، ولله المثل الأعلى، معصية الملك في مجلسه، بمعنى أن تقول له مباشرة وهكذا وجها لوجه لا سمع ولا طاعة. فعقوبة من يعصي الملك في مجلسه ليست كعقوبة من يعني يعصيه بعيدا عنه. هكذا الحرم
بيت الله، وله من الشرف والمنزلة والمكانة ما ليس لغيره. فينبغي للعبد أن يحذر من الهم بالمعصية في هذا الحرم، الهم بالمعصية. وتشمل المعصية يعني النظر الحرام، مد اليد لأهل هذا البيت أو لحجاجه بالأذية، المزاحمة المتعمدة، هذه معصية في بيت الله. أخذ لقطة الحرم فضلا عن الأمور الكبار كالسرقة أو الزنا أو غير ذلك. فينبغي أن يحذر من المعصية ومن الهم بالمعصية في هذا البيت. مجرد الهم لا تهم، لا تعزم على أنك ستعصي، إلا تطلق بصرك فيما حرم الله، تستهزئ بعباد الله، فكيف بما هو أكبر من هذا؟ يقول الله جل جلاله: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني حددناه، أعلمناه، أخبرناه بمكان البيت. فإن كان قد سبق إبراهيم من يعني عمره وبناه، وهو كما يقال آدم عليه السلام، فالأمر واضح أنه حدد له مكان من أقام هذا البيت قبله. وإن كان إبراهيم عليه السلام هو الذي بدأه ابتداء، فمعنى أن الله حدد له مكانا وطولا وعرضا ومكانا، تحديد هذا المكان. ولهذا المكان كما قال رب قال الله: وربك يخلق ما يشاء ويختار. هذا البيت اختاره الله عن علم، في هذا الوادي الذي لا زرع فيه، هذا المكان الذي جله جبال غير مهيئ للسكن. لا ندري على وجه اليقين الحكمة في اختيار هذا المكان الموحش، لكن نستطيع أن نتلمس من غير جزم. بل إن البعض، لكن ممن لا نثق بعلمه ونظرياته ولا نفسر كتاب الله به، من يقول من أصحاب الفلك أن هذا البيت هو منتصف الكرة الأرضية تماما من جميع الجهات. بل هناك مطالبة قرأتها بأن هناك من الكفرة من يطالب بنقل خط غرينتش الذي هو الآن منتصف الأرض إلى خط مكة تماما، لأنهم قالوا أنه خط غرينتش يجعل 3 ساعات مختلفة عن حقيقة الواقع، واقع الليل والنهار والشمس والأرض يختلف بمقدار 3 ساعات غربا. لماذا؟ قالوا لأن خط مكة هو المنتصف تماما. لا نجزم أن هذا هو السبب في اختيار هذا المكان. يقول بعض العلماء من غير دليل قاطع أن هذا المكان هو مكان دحو الأرض، أول ما دحيت الأرض من هذا المكان. نتلمس حكمة شرعية، لكن لا ندري هل هي السبب أو لا، وهو أن هذا المكان موحش غير ذي زرع، جو غير مناسب لأمور. الأمر الأول تصحيح النية، تصحيح النية. فمن يأتي إلى هذا البيت لا أرب له إلا طاعة الله وعبادة الله. نحن نذهب للطائف للأنس والفرجة، لأنه جميل، إلى أبها، إلى مناطق سياحة. فلو كان بيت الله كهذه المناطق
التي فيها متنزه للناس وفرجة لاختلطت النية. يعني نقول على قولتهم حج وقضيان حاجة، نتنزه ونتفرج ونستانس مع الحج والعمرة، لكن هذا البيت حتى جباله موحشة. يعني لو نظرت إلى جبال نجد فيها شيء من البهجة، لكن جبال مكة موحشة حقيقة. والله أعلم، يقول بعضهم ولا نجزم به أنه هذا من باب الإعانة على تصفية النية، فلا يأتي وافد إلا وقد أخلص نيته أنه يريد أن يعبد الله، فهو واد غير ذي زرع، غير ذي مناظر جميلة، غير جو، غير سوي جو، جو مكة ليس بذاك. من الأسباب والله أعلم، بما أنه وادي غير ذي زرع والسكن فيه غير مريح، السكن في مكة غير مريح، وهو أن من أتى من أقطار الأرض بمجرد ما تحط رحاله في مكة يعزم وبأسرع وقت على العودة، بل تجد نفور عجيب يريدون أن يعودوا. فيا ترى، وتجد تعجل عجيب ورغبة في الهروب عجيب، بل بعضهم قد يترك شيء من الواجبات كالمبيت بمنى أو الرمي أو طواف الوداع تعجلا يريد الفرار. هذه الخاصية في هذا الوادي وهذا المكان هو لئلا تكون مكة محط لاجتماع الناس. فحينئذ لو كانت مثل القاهرة مثلا، من سكنها لا يخرج منها مثلا، القاهرة من المناطق التي تجذب، فكل من سكنها فترة لا يريد أن يخرج منها، لا أصبح سكانها مثل سكان القاهرة، يقال أنه ما أدري 12 كم عددهم، 17 مليون، فالوافدون لن يجدوا مكانا، تصبح مكة وجبالها ومنى وعرفات كلها مواطن سكن، بل لا تكفي. فجعل الله هذه الخاصية، وهي خاصية النفرة من سكنة مكة، لتظل للناس تهوي إليها على مدار التاريخ، وتجد المكان المهيأ للوفود. هذا كله تلمس من غير جزم، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فاختار هذا المكان لحكم بلا شك جليلة، علمناها أو لم نعلمها، لكن الأهم والذي يعنينا ألا تشرك بي شيئا. فهذا البيت منذ الحجر الأول، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، بني على التوحيد، بني على التقوى، بناه صاحب الملة الحنيفية التي نسبت إليه، مع أن كل الأنبياء على الملة الحنيفية، لكن لأنه أبرزها وأظهرها وصار بنوهم حملتها، سواء من بني إسرائيل أو من العرب، وعرفت البشرية التوحيد عن طريق ذريته. فالبيت ينبغي كما طهر ابتداء، ينبغي أن يطهر وإلى الأبد من الشرك فيه ومن دخول المشركين فيه، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وينبغي لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يطهر نفسه من الشرك، ولذا قبيل الخطوات الأولى للحرم يعلنها الحاج والمعتمر: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. فهذا عهد ووعد لمن هم أن يدخل الحرم أنه ليس من المشركين. وهذا يتطلب أن نعرف الشرك حتى لا نكون ممن تدنس به ونحن لا ندري، فندخل هذا البيت، ومن عرف أنه مشرك يعبد غير الله، يدعو غير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، فينبغي أن يمنع من هذا البيت. فالله سبحانه وتعالى يقول هذا البيت
طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، يعني أهل التوحيد، أهل الإيمان، أهل التقوى، وليس لمن سواهم. لا ينبغي أن يقرب هذا البيت مشرك، سواء شرك أصلي أو شرك طارئ، إذا كنا نستطيع أن نعرفه وأن نمنعه. فالمشرك نجس، ولا فرق بين الشرك الأصلي كعبدة الأوثان أو الشرك الطارئ كعبدة الأولياء والصالحين والأشجار والقبور وغير ذلك، كلهم مشركون باتفاق الأمة. فلماذا نفرق بين مشرك أصلي ومشرك غير أصلي، يعني طرأ عليه الشرك وقد يقول جهلا لا إله إلا الله، ولو عرف حقيقة ما هو عليه من الشرك ما قال لا إله إلا الله، لأنه ما عنده استعداد أن يترك شركه، إذن لكن عنده استعداد أن يترك لا إله إلا الله. وانظر إلى غلاة الرافضة ونحوهم، ليس عندهم استعداد أن يتركوا الشرك بغير الله، لكن عندهم استعداد أن يتركوا لا إله إلا الله. إذن هم يقولون لا إله إلا الله لفظا لا معنى ولا حقيقة. ثم قال الله مخاطبا إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الآذان الإعلام، يعني أعلم الناس أن الله قد فرض عليهم الحج، قد فرض عليهم الحج. وأما الاستجابة، استجابة هذا النداء، فهو لله رب العالمين. وقد أذن إبراهيم بالحج وأخبرهم، وقد استجابت البشرية من عهد إبراهيم إلى يومنا هذا لم ينقطع الحج، ويستجيب الناس أغنياء، فقراء، كبار، صغار، قريبين من الحرم أو بعيدين من أقاصي الأرض، كما قال الله: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. يأتوك رجالا يعني على أرجلهم يمشون، من لا يجد زادا وإن كان بعيدا لا يجب عليه، لكن من الشوق وما يجد في قلبه من الرغبة، وهو غير مكلف بالحج، لكن يأتي مشيا على قدميه لما في قلبه من الشوق إلى بيت الله الحرام. وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. الضامر هو البعير الهزيل الذي أضناه السير والسفر والجوع من طول المسافة حتى ضمر وهزل، من كل فج عميق، من كل طريق بعيد، يعني من أقاصي الأرض، من مشارقها، من مغاربها، من كل مكان فيه مسلمون قادرون. ومن يرى واقع الحال يعلم أن الله قد استجاب لإبراهيم دعوته، بل يتقاطر الخلق، ولو ترك الأمر لرغبات الناس لما استطاع أحد أن يحج من تزاحم الناس وكثرتهم، لكن من فضل الله سبحانه وتعالى هذا التنظيم الذي جعل الحج مهيئا، وإلا لو ترك الأمر هكذا فوضى أجزم أنه سيحج من مصر فقط أكثر من 5 مليون، ومن الباكستان مثل هذا، ومن الهند مثل هذا، حتى الذين أفرضوا لهم رغبة ملحة على التكرار والإكثار. ومن خاصية هذا البيت العجيب كما قال في موضع آخر تهوي إليه أفئدة من الناس، العجيب أن من أكثر من زيارة بيت الله حجا وعمرة يتعلق به أكثر وأكثر، ويجد شوقا وظمأا لا يطفئه إلا الذهاب إلى هذا البيت. وكلما ازددت زيارة حجا وعمرة ازددت تعلقا، وهذا من الأمور العجيبة. أمكنة الدنيا إذا زرتها مرة مرتين بالكثير ثلاث سئمت وأردت التغيير والتبديل. أما هذا البيت فلأن القلوب تهوى إليه، الذي يتعود على الحج ثم يمنع لأمر ما
يجد من الضنك والقلق ما الله به عليم. قال الله ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم. ففي هذا البيت وفي هذا الحج منافع عظيمة لم يحددها القرآن، لأنها قد تكون تتجدد في كل زمان، يظهر لنا فوائد ومنافع. وأعظم هذا يا إخوان، أعظم هذه المنافع تحقيق التوحيد عمليا. خاصية الحج إنه تحقيق للتوحيد عمليا. أولا ارتباط بإبراهيم عليه السلام وهو صاحب الملة الحنيفية. الأمر الثاني، وانظروا لا نريد أن نفصل في طريقة ارتباط مشاعر الحج برمتها بالتوحيد، بالتوحيد سواء التلبية أو الطواف أو السعي أو الذبح أو الرمي، كلها مرتبطة بتعظيم الله وإجلال الله وتوحيد الله والتوجه إلى الله وحده لا شريك له، بحيث تشعر أن التوحيد، أن الحج تطبيق عملي للتوحيد. هذه منفعة. المنفعة الثانية، من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهذه منفعة. وأي منفعة، منفعة عظيمة لك. الفائدة الثالثة كما جاء في الحديث الصحيح أن الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، والحديث صحيح. فمتابعة الحج والعمرة سبب لتطهير الإنسان من الذنوب ومن الفقر، ومن الفقر. وينبغي أن يعلم إذا قيل أنك تطهرت من الفقر لا يعني على كل الأحوال، وإن كان هذا هو الظاهر، لكن لا يعني كثرة العرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى القلب. يشعر هذا الذي يكثر من الحج والعمرة بأنه غني، بأنه غني. وهذه أعظم نعمة يا إخوان. الغني حقا من يشعر أنه غني. لا تظنوا أن صاحب الملايين الذي يشعر أنه بحاجة إلى المزيد أنه غني، لا والله، هذا مثله مثل الذي يطارد غداه وعشاه، هو فقير في الداخل. إنما الذي يشعر أنه غني، يشعر بقرارة نفسه أنه غني، خاصة إذا كان أعطي الكفاف، من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. شعوره أن الدنيا قد حيزت له بحذافيرها لا يتطلع إلى ما عند غيره، هذا هو الغنى الحقيقي يا إخوان، هذا الشعور. فأحيانا المطالب الروحية، الأغذية الإيمانية تغني عن كثير من الأغذية البدنية، فيسعد هذا الإنسان بطاعة ربه أكثر مما يسعد بالطعام والشراب والرياش واللباس والقصر المنيف والسيارة الفارهة. هذا نوع غنى لا يشعر به إلا السعداء حقا. أحبابي، المنافع منافع دينية، منافع دنيوية، لو لم يكن من هذا البيت الذي جعله الله قياما للناس، والشهر الحرام جعل الله هذا البيت قيام، أن البشرية تفي إليه من كل مكان، من كل جزيرة، ماذا ينفع هذا؟ ينفع ارتباط البشر في مشارق الأرض ومغاربها بمكة، فيرون صلاتهم ويرون صيامهم ويتعلمون منهم ويعرفون حقيقة الإسلام وحقيقة التوحيد، فترجع إلى هذه، إلى بلدانها
وقد أخذت علما كثيرا وأخلاقا ودينا وإيمانا، فتظل البشرية تعرف حقيقة الإسلام. لو انقطعت الصلة تماما بين أهل هذه البلاد مكة وبين بعض الجزر، انظروا إلى مثلا بعض الجزر في مدغشقر وغيره، نسوا الإسلام البتة. يقول أحد الدعاة: وجدنا بعض الجزر الذين انقطعت الاتصالات بهم ولم يحجوا البتة منذ مئات السنين، مع أن عندهم مدن إسلامية أسماؤها إسلامية يدل على أنهم مسلمين يوما ما، ويعرفون لا إله إلا الله، ويعرفون الذبح، ويعرفون التوجه للقبلة عند الدعاء، ما يعرفون الصلاة. يقول: نسوا الإسلام جملة وتفصيلا. لكن أبعد منهم في جنوب الأرض وفي بعض جزر البحار، لكنهم يحجون في السنة، في كل 5 سنين، في كل 10 سنين يحجون. فتجد أن الدين قائما والصلاة معروفة ببركة هذا البيت الذي جعله الله قياما للناس، قيام لهذا الدين. فإذا جاء وافد من هذه البلدان البعيدة، وخاصة في الزمن البعيد حيث تصعب الاتصالات، يأتي ثم يرى صلاة قومه ليست كصلاة أهل مكة، ودين قومه ليس كدين أهل مكة، وعلم قومه ليس كعلم، يضطر إلى المكث، يمكث سنة وسنتين ويتعلم العلم ثم يرجع لينذر قومه. هذا من منافع شهود هذا الحج، والمنافع أكثر من أن تحصر دينية ودنيوية، فلا نطيل في ذكرها. ثم قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقه من بهيمة الأنعام. الأيام المعلومات هي التي يذكر فيها اسم الله على بهيمة الأنعام. إذن ما هي؟ هي يوم العيد وأيام التشريق. هذه الأيام هي الأيام المعلومات، ولا ينبغي أن يكون فيها خلاف، لأن الله قال: ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يعني عند الذبح. وهنا وقفة يا أحباب: يذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ذكر اسم الله على الذبائح مقصود توحيد، عبادة مقصودة لذاتها. فينبغي أن نحرص أشد الحرص على ألا تعطل هذه الشعيرة. وإن كان يعني ما نقول إن شاء الله أنها تعطل، لكن كون الإنسان القادر المهيئ للذبح يكلف البنك بالذبح. الآن يا أخي الكريم، ما ذكرت اسم الله، وما شهدت هذه الذبيحة، وما تعبدت حق التعبد بالذبح، إنما وكلت وذبحت هذه الذبيحة بعيدا عنك، وكأن المسألة مسألة لحم ينتفع به الفقراء. لا يا عبد الله، الأولى أن نذبح وأن نشهد هذا الذبح إذا كنا غير قادرين، ونسمي ونتعبد بهذا الذبح. وقد قال الله: لن ينال الله لحومه ولا دماؤه ولكن يناله التقوى منكم. التسمية والتقوى، ثم سينتفع عنا تعظيم شعائر الله. البنك موحد سعره، فأنت تقذف المال وتكلفهم بالذبح، فأين تعظيم شعائر الله؟ أين الاستثمان؟ أين دفع الأموال الباهظة في ذبيحة خيرة؟ كل هذا ينتفي. فالأولى أن نعظم شعائر الله، وأن نبحث عن الأسمن، عن الأعظم، عن الأكثر ثمنا، وأن نذكر اسم الله ونذبح نحن تقربا إلى الله. فإن شق أو تعسر أو تعذر، حينئذ نلجأ إلى البنك. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. كلمة فكلوا منها
لأنه المسلم يشعر أنه هناك حظر، هناك منع، كأنه يقول أنا أهديت هذه الهدية لبيت الله، فلا شك أن هذا في شعور أنه يمنع من الأكل منها، فلذلك قال فكلوا منها، لأن الأمر بعد الحظر يرد الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر، إن كان مستحبا فمستحب، وإن كان مباحا فمباح، وإن كان واجبا فواجب. فعلى أي حال كلمة كلوا منها للإباحة، ولكن دلت السنة على أن الأكل سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من كل هدي من هديه قطعة، وأمر أن تطبخ في قدر واحد، فأكل من اللحم وشرب من المرق، وهذه السنة سوف تتعطل إذا كلفنا البنك بالذبح، كيف تأكل منها؟ وأطعم البائس الفقير ممكن، لكن الأصل يا إخوان في الهدايا أن هدية لبيت الله، وأن هدية للفقراء الذين في بيت الله، هذه كرامة من الله لأهل البيت. فحينئذ إذا نقلت هذه الهدايا وأهل مكة بحاجة، في فقراء في مكة يحتاجون، فهو أيضا ترى نوع اعتداء على هذه الهدية التي أهديت لأهل بيت الله. فالأولى أن نطعم فقراء مكة، وأن نأكل منها اقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. تفثهم، هذه الكلمة فيها قولان عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاميذهم، وأهل اللغة لا يكادون يعرفون معنى هذه الكلمة إلا عن طريق المفسرين كما قال عدد من أهل اللغة. فالتفثوا كما صح عن ابن عباس وغيره هو مناسك الحج، هذا هو القول الأول، مناسك الحج الباقية الآن، هذا الذي ذبح الآن قد يكون بقي عليه الحلق، حلق الرأس، الرمي إن كان الأيام الآتية، الطواف بالبيت، طواف الإفاضة، المبيت بمنى، طواف الوداع، كله يدخل في كلمة ثم ليقضوا تفثهم، يعني ما بقي من مناسك الحج، هذا هو القول الأول، وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه. القول الثاني أنه التفث هو الوسخ، الدرن، بمعنى ليقصوا شعورهم ويقلموا أظفارهم وينتفوا آباطهم ويخلعوا ثيابهم. وهذا وإن كان قد ثبت عن بعض التابعين، لكن في نظر، لأنه رتب ثم على الذبح، على الذبح، والذبح ليس من أسباب الحل، فأسباب الحل هي الرمي والحلق والتقصير والطواف، من فعل اثنان من هذه الثلاثة حل التحلل الأول، ومن فعل الثلاثة حل التحلل الكامل، فليس الذبح من أسباب الحل، لا علاقة للذبح بالحل بالتحلل. فيبدو أن قول ابن عباس أظهر، وإن كان ابن كثير وغيره ذكروا القولين. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، يعني من نذر نذرا، والناس لما كان يصعب عليهم الوصول إلى البيت ينذرون أنه إن وصلوا إلى البيت أو تيسر له الحج أنه يفعل أو يتصدق أو يعمل أو لصعوبة الوصول إلى البيت. فيقول الله من نذر نذرا فعليه أن يوفي بنذره. وليطوفوا بالبيت العتيق، قال العلماء هذا هو طواف الزيارة، طواف الإفاضة، طواف الحج، وهو ركن لا يتم الحج إلا به، ولو عاد إلى أهله قبل أن يطوف فيجب عليه أن يعود وأن يطوف. وسمي هذا البيت بالعتيق
قيل أن الله اعتقه من الجبابرة، وقيل أنه القديم، يعني أول بيت وضع للناس. وذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، هذا حث على تعظيم حرمات الله. وحرمات الله يدخل كل شيء له حرمة، له تقدير، له توقير، له احترام عند الله سبحانه وتعالى. فيدخل فيه البيت الحرام والمشعر الحرام، الحرم، الهدي، الهدي، تعظيم المعاصي والذنوب والحرمات في هذا المكان، كل هذا يشمله حرمات الله، من التحريم أو من الحرمة والمكانة والمنزلة والتقدير والتوقير. فينبغي تعظيم هذه الحرمات، إن كان أمرا فينبغي أن يؤتى به على وجهه، وإن كان نهيا فينبغي أن يجتنب، وإن كان مكانا أو شاخصا كمقام إبراهيم، كبيت الله، كالمشعر الحرام، أن يعظم في القلب ويقدر ويعرف قدره ومكانته، وتقام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خير من يعظم شعائر الله، فعلينا أن نقتدي به. قال الله وأحلت لكم الأنعام، أحلت لكم الأنعام من باب الرد على من كان من المشركين يحرمون بعض الأنعام كالبحيرة، ما جعل الله من بحيرة ولا وصيلة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، يحرمون هذه الأمور. وكذلك وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء، وكذلك وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. فيقول الله جل جلاله كل ما كان المشركون يحرمونه فهو حل لكم إلا ما يتلى عليكم، يعني الميتة والدم وما عطف عليهما في عدة مواضع، في أربع مواضع من القرآن، هذا معنى إلا ما يتلى عليكم. واختيار المضارع يتلى إما لأن القرآن يتكرر ويتلى مرات وكرات، أو أنه قد نزل عليكم شيء وسوف ينزل أشياء، لأنه آخر ما نزل في التحريم هو المائدة، فيها حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة إلى آخره. فما يتلى عليكم الاستمرار الذي في المضارع يدل على أن هناك أشياء ستبين لكم. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فينبغي لمن يؤمن بالله واليوم الآخر، وخاصة من تلبس بالحج وجاء إلى بيت الله الحرام، أن يكون من أبعد الناس عن الشرك، من أبعد الناس عن الشرك. هناك في أول الآيات أمر إبراهيم أن يعظم البيت وأن يطهره من الشرك، وهنا أمر الحاج، لأن الخطاب في الحجاج، أن يجتنبوا الشرك. وينبغي أن يعلم أن كل ما عبد من دون الله بغض النظر عن شكله، كونه من حجر أو شجر، كونه قبر، كونه ولي، كونه نبي، من عبد أو ما عبد من دون الله فصاحبه مشرك. فالشرك هو صرف العبادة لغير الله بغض النظر عن هذا الغير، حتى لو كان أعظم الملائكة جبريل أو أعظم البشر محمد صلى الله عليه وسلم. فالشرك لا 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 تتغير ماهيته وحقيقته إذا غير من وجهت له هذه العبادة. فمن أراد أن يقبل حجه فلا يشرك بالله شيئا. واجتنبوا قول الزور، قول الزور، كل قول باطل يدخل في هذا القول. وإنما أكد على الحاج، على الحاج أن يجتنب قول الزور، لأنه موطن اجتماع، موطن اختلاف، موطن
يعني صراع بين البشر التي اختلفت بلدانهم واختلفت طبائعهم وأمزجتهم، فينبغي للحاج أن يكف نفسه وأن يجاهد نفسه كما سيأتينا في سورة البقرة: فمن فرض في إن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وإن كانت محرمة في جميع الأوقات والأزمنة، لكن هذا الاجتماع وهذا الاختلاط بين البشر وبين الذكور والإناث مع القرب من الذكور والإناث كله يؤكد على أن المسلم ينبغي أن يحفظ حجه باجتناب ما ينقضه أو ينقصه. الشرك ينقضه وقول الزور ينقصه. حنفاء لله غير مشركين به، حنفاء لله غير مشركين به. هناك ذكر الأوثان، فقد يقول قائل: أنا أجتنب الأوثان، والوثن في اللغة العربية معروف أنه ما عبد من غير صورة، من غير صورة، إذن حرمت علينا عبادة الأوثان، لكن ما حرمت علينا مظاهر الشرك الأخرى. فيقول الله: لا، لابد أن تكون حنيفا لله، مائلا للتوحيد، مائلا عن الشرك. الحنيف هو المائل للتوحيد مائل عن الشرك. ما ينفع ميل واحد، لو ملت إلى الله وعبادته وطاعته ولم تتخلص من الشرك، لم تمل عن الشرك، فلا ينفعك، لئن أشركت لا يحبطن عملك. فلا بد أن تكون حنيفا لله، حنفاء لله، كإبراهيم عليه السلام الذي قيل في مطلع السورة: ألا تشرك بي شيئا. شيء نكر في سياق النفي، ما فائدتها؟ العموم. فمن أشرك بالله شيئا فليس بموحد، ما هو موحد. فهكذا الحجاج ينبغي أن يكونوا حنفاء لله، مائلين لتوحيده ومائلين عن الشرك به بغض النظر عن المشرك به. لذلك قال: غير مشركين به، غير مشركين به. فإن أشركت فقد قيل لمن هو خير لك، خير منك: ولقد أوحي إليك، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. رسول الله معصوم عن الذنوب فضلا عن الشرك، لكن ليقطع أي مشرك الطمع في النجاة، أي مشرك يقطع الطمع في النجاة من غير توبة. فرسول الله لو أشرك حبط عمله، إذن ما بالك أنت، أنت من باب أولى. غير مشركين به. ثم قال الله: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هناك حياة قلوب، حياة إيمان، وهناك حياة أبدان، حياة أبدان. فمن خر من السماء فتخطفته الطير ومزقته، خر من السماء، انظر، ومن بعد المسافة تستطيع الطيور أن تتخطفه، يعني ما هو مكان قريب، سرعان مثل السقف، سرعان ما يهوي الإنسان يصل، ما يستطيع الطائر أن يخطفه. لكن إذا كانت مكانه بعيد جدا، فحينما يخر من السماء من طول المسافة الطيور تتخطفه وهو في الجو، في الجو، هل يعيش؟ مستحيل أن يعيش. إذن مات بدنيا. ومثله: أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إذا كانت المسافة بعيدة، خر من مكان مرتفع جدا، فحينئذ الرياح ستهوي به، تحركه الريح هنا وهنا من طول المسافة، بخلاف ما لو سقطت من سقف بيت، الرياح ما تحركك، نادرا تحرك الريح إنسان سقط من مكان قريب. إذن من سقط من مكان شاهق حتى أن الرياح تهوي به في مكان بعيد تحركه هنا وهناك، معناه أنه لن ينجو، لن ينجو، لن يحيا، لن يبقى حيا، هذا مات بدنيا. هكذا من يشرك بالله مات إيمانيا. فالقرآن يصور لك هلاك من أشرك بالله شيئا
بهلاك هذا الإنسان الذي سقط من شاهق مرتفع جدا تتمكن الطيور أن تخطفه والرياح أن تهوي به وتبعده عن مكانه الذي لو نزل لا سقط فيه وسوف يهلك يقينا. هكذا من أشرك بالله شيئا فاحذر. وهذا يحملنا مسؤولية وأمانة عظيمة أن نعرف ما هو الشرك، ما مظاهره، ما أنواعه، ما خفاياه. الشرك فيه خفايا. فالقرآن يؤكد على الحاج أن يتعلم ما هو الشرك وأن يحذره، وإلا فلن تستفيد من حجك شيئا، لن تستفيد شيئا. يقول الله: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. التقوى يا إخوان مرابطة للحج، ملازمة له. وسوف تجدون في سورة البقرة 4 مواضع حث على التقوى، وهنا يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله. شعائر الله معالم دينه، ويدخل فيها مناسك الحج، ويدخل فيها الهدي. الهدي لدلالة السياق لكم فيها منافع. فشعائر الله هي معالم دين الله. لا تحلوا شعائر الله في سورة المائدة، فهي معالم دينه. ما حرمه الله لا ينبغي أن يحل، وما عظمه الله ينبغي أن يعظم. ويدخل في هذا دخولا أوليا مناسك الحج والهدي. طيب، تعظيم الهدي يكون باختيار الثمين، باختيار السمين، باختيار الغالي على أهله، بتكثير العدد. النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 من الإبل، ذبح بيده الشريفة 63. كل هذا من تعظيم شعائر الله، من تعظيم شعائر الله يا إخوان أننا نكون في هذه المواطن، في الطواف، في السعي، في الرمي، في عرفة، في مزدلفة، في منى، كما سيأتينا في السياق، معظمين لله، ذاكرين لله، مخبتين لله، معظمين هذه الأماكن. لا نجعل هذه الأماكن أماكن له، أماكن غيبة، أماكن نميمة، أماكن قيل وقال. الوقت ثمين والمكان شريف، والرب يعطي عطايا في هذه الأماكن لا يعطيها في غيره. فينبغي أن نستغل اللحظات، الثواني، الدقائق، أن نكون معظمين لله، مقدسين له، ذاكرين له، شاكرين له في كل مشاعر الحج. فهذا أيضا من تعظيم شعائر الله. قال الله: فإنها من تقوى القلوب. يعني الذي يعظم شعائر الله ويظن بالزمان والمكان، هذا دليل على تقوى. والذي لا يبالي بهذا الزمان ولا يبالي بهذا المكان، وتجد أنه كأنه في دياره، بل كأنه في أماكن له، هذا دليل على أنه قلبه قد خلى أو ضعف التقوى في قلبه، وعليه أن يبكي على نفسه وأن يتضرع لله أن يحيي قلبه. هذه الأماكن شريفة، وهذه الشعائر عظيمة، مباركة، مقدسة. أنت الآن تطبق عمليا توحيد الله، تتقرب إلى الله. الله سبحانه وتعالى يدنو من أهل عرفات، الله سبحانه وتعالى يباهي بهم الملائكة، الله سبحانه وتعالى يجيب دعاءهم ويغفر ذنوبهم. فكون الإنسان يقضي هذه اللحظات وهذه الأمكنة المباركة بلهو وعبث وقيل وتسلية ونت ودخول في أمور خلينا نضيع الوقت، هذا دليل على ضعف التقوى في القلوب. يقول الله: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. ثم ذكر في البقية يعني الشيء من الهدي، وهذا دليل على قدر الهدي عند الله وأهمية الهدي، وأنه لا ينبغي
التساهل فيه سواء نافلة أو واجب. حتى النافلة لا تتساهل إذا كنت قادرا والأمر ميسر لك. ولذلك قال ولكل أمة جعلنا منسكا، يعني ذبح تقرب إلى الله ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فكل أمة من أمم الأنبياء مأمورون بالذبح، مأمورون بالتقرب إلى الله بالذبح. فلماذا القادر يحرم نفسه؟ ليه؟ يعني حتى الأمم السابقة القديمة كانوا يطالبون بالذبح تقربا لله رب العالمين. فيا أيها القادر احرص على أن تتقرب إلى الله بهذا المنسك. قال الله فإلهكم إله واحد، تأكيد على التوحيد، تأكيد على التوحيد. كل من لا يعرف معنى لا إله إلا الله لا ينبغي له أن يحج. هذا المكان ما غير مهيئ للمشركين. فإلهكم إله واحد، يعني لا معبود بحق إلا الله، أو قل لا أعبد إلا الله، لا ذبح ولا إلا لله، ولا نذر ولا طواف ولا سؤال ولا دعاء. وقال ربكم ادعوني. فالدعاء في كل زمان وكل مكان يوجه لله، والذبح والنذر والسجود والصلاة والزكاة، وكل عبادة، كل عبادة شرعت تقربا إلى الله لا يتقرب بها لغير الله. فمن تقرب لنبي أو ولي أو ملك أو جني أو شجر أو حجر فليعلم أنه مشرك، علم أو لم يعلم، قال لا إله إلا الله أو لم يقل. ربك يقول فإلهكم إله واحد. وبما أن السياق في الحج فينبغي أن يتذكر الحاج هذه الخاصية، خاصية الحرم، خاصية الحج، إنه عبادة التوحيد، عبادة يظهر فيها التوحيد عمليا، مع أن كل العبادات كذلك، لكن هنا يظهر ظهور جلي واضح تربط بإبراهيم عليه السلام وبمناسك إبراهيم وبالأماكن التي تعبد فيها إبراهيم أو ابتلي فيها إبراهيم. حتى الذبح إنما هو ذكرى لفداء إسماعيل بذبح عظيم، هي ذكرى ارتباط بالخليل عليه السلام، لا لذاته، ولكن لأنه من أعظم الأنبياء إشاعة وتعليما للتوحيد. فخاصية ملة إبراهيم هي التوحيد، هي لا إله إلا الله. مع أن هذا في كل الأنبياء، لكن إبراهيم أظهرها، وإبراهيم يسر الله له أمتين عظيمتين من ذريته، يعني لم يسبق لهم شرك. الأصل في أولاد إبراهيم التوحيد، سواء بنو إسرائيل أو العرب، الأصل فيهم التوحيد، فلذلك أشاعوه وأظهروه وعلموا البشرية التوحيد. يقول الله فله أسلموا وبشر المخبتين. المخبت هو الخاضع الخاشع، يعني تكون عند عبادتك، تكون عند رميك، تكون في وقوفك في عرفات، مخبت خاشع خاضع ذليل لله رب العالمين. ليست المسألة مسألة ظاهر وبس، نؤدي العبادات بأبداننا، لكن ينبغي أن يكون للقلوب نصيب وهو الإخبات، الخضوع، الطاعة، الخشوع لله رب العالمين. والإسلام هو الاستسلام لله، أسلموا يعني استسلموا. ثم ذكر هؤلاء المخبتين وفسرهم بأنهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فينبغي أن يكون قلبك في المشاعر وجل، أنت الآن تذكر الله في المشاعر، في عرفة، في مزدلفة، في ميناء، في البيت الحرام، في المسعى، عند الرمي، أنت الذكر مرتبط بأعمال الحج منذ لبيك اللهم لبيك، ولسانك مرتبط بالذكر، فينبغي أن يكون قلبك كذلك، يعني يتواطأ اللسان مع القلب، تحرك بهذا الذكر الذي تذكره بلسانك تحرك به قلبك، فحينئذ تكون من المخبتين الذين إذا ذكر الله وأنت أيها الحاج سيكون لسانك رطبا بذكر الله في كل المواطن وكل الأعمال. إذن ينبغي أن يكون لقلبك نصيب.
لقلبك من هذا الذكر نصيب، فتعظم الله وتقدسه وتغير في الأذكار وتحرص على الأذكار المشروعة. وإذا كنت لا تحفظ أكثر من أي ذكر واستغفار، لكن مواطأة بين اللسان والقلب حتى يتحرك قلبك، فحينئذ تتحقق التقوى. قال الله: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم. عموما كل مصيبة تصيب هذا الإنسان الذي ارتبط بالله سيصبر، بل قد يصل الأمر إلى أنه يرضى، بل قد يصل الأمر إلى أنه يفرح بما يصاب لأنه رفع لدرجاته، وهذه يعتبرها كرامة من الله سبحانه وتعالى، لأن العبد قد تكتب له الدرجة في الجنة لا ينالها بعمله، فلا يزال به البلاء حتى يبلغ هذه الدرجة، فهو يعتبرها هدية من الله، أي مصيبة يعتبرها هدية، منحة، كرامة. لكن هذا يحتاج إلى دربة وتذكر، فأنت أول المطالب الصبر، عدم التسخط، ثم تنتقل إلى الرضا بهذه المصيبة، ثم تنتقل إلى الفرح إن استطعت. والرضا والفرح ليس واجبا بل كمال، والمطلوب الصبر، لا تجزع، تمنع القلب من الاعتراض على قدر الله، واللسان من التسخط، واليد من ما ينافي الصبر من شق جيب أو نتف شعر أو غير ذلك. هذا هو الصبر. لكن هنا يأتي سؤال: لماذا ذكر الصبر في آيات الحج؟ معناه أنك ستنال أذية، فينبغي أن تصبر، فإن ابتليت بحملة ظالمة فتذكر هذه الآية والصابرين على ما أصابهم، وإن ابتليت بسيء أخلاق أو مزاحم أو مؤذي فاصبر وتذكر هذه الآية والصابرين على ما أصابهم. ثم قال: والمقيم الصلاة. وإقامة الصلاة ليس أداؤها، بل يعني أن تأتي بأركانها بشروطها بواجباتها على وجه التمام مع حضور القلب والخشوع. وينبغي للحاج أن يتذكر أنه هذا موطن للدربة على إقامة الصلاة، على الصلاة الخاشعة. الآن لا مشاغل، لا ملاهي، كما ينبغي أن يكون. ما عندك أولاد، ما عندك مطالب، يعني شبه محبوس لطاعة الله جل جلاله، فينبغي أن نحرص على إقامة الصلاة، حضور القلب. وللأسف نجد البعض يشغل نفسه بتفاهات، نجد البعض حتى وهو في صلاته يشغل نفسه بأن الحملة ما حققت المطلوب، ما وفت بالشروط، وخذ ما تشاء من صياح وصراخ ونعيق وجدال وفوضى. يا أخي الكريم، هي أيام معدودات، هي 4 أيام 5 أيام وانتهى الأمر وقضي. فينبغي أن تحرص على حضور قلبك في الصلاة قدر ما تستطيع. ومما رزقناهم ينفقون، الأمر أوضح من الواضح، فهم ينفقون الواجب وقد ينفقون المستحب، لكن ذكر هذا في سياق الحاج يؤكد أنه فضل النفقة في هذا الموسم، وأنه ينبغي أن تعين فقيرا وتنفق على معوز، قد تكون هذا ضاعت نفقته، قد يكون هذا احتاج، قد يكون هذا ظل عن خيمته، فليكن لك نصيب من الإنفاق. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الهدي، و يعني نذكر الآية التي نريد أن نقف عندها، وهي قول الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ينبغي للعبد أن يعلم أن عباداته، أن عباداته، صلاتك، صومك، حجك، ذبحك، لا يصل إلى الله كما يتوهم البعض أن الله يستفيد منها، لكن هذه الشعائر جعلت لتكون وسيلة للتقوى. فنحن نتعبد لله بطاعته
بصلاة وصيام وحج وزكاة وهدي من أجل أن نتقي الله، نفعل الأوامر ونجتنب النواهي ونكثر من ذكر الله ومن تعظيمه، فتكون هذه الأمور وسيلة لتحقيق التقوى في قلوبنا. أما إن كنت تظن أن الله يناله شيء من أعمالك سواء الهدي أو غيره، لكن كان العرب الجهلة يظنون أن الله يستفيد من هذه اللحوم ومن هذه الدماء، وقد ينضحون الدم على بيت الله الحرام زعما منهم أنه يصل إلى الله. فبين الله سبحانه وتعالى أن الله لن ينال هذه اللحوم، فهو غني على العالمين، ولن ينال هذه الدماء كما يزعم هؤلاء الجهلة، ولكن ينال عمل القلب، التقرب إليه، تقواه، خشيته، هذه التي تصل إلى الله وترفع ويثيب الله عليها. فإياك أن تمن على الله بعملك وتظن إن الله يستفيد من عباداتك وطاعتك، فالله غني عن العالمين. ننتقل إلى سورة البقرة، آيات الحج في سورة البقرة، وهي قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، إلى آخر الآية. أتموا الحج لله. أولا يؤخذ من هذا يا أحبابي أن من شرع في حج أو عمرة وجب عليه التمام. هذه العبادة لها خاصية، وهي أن النافلة إذا شرع فيها انقلبت إلى فريضة، انقلبت إلى فريضة. فينبغي للإنسان أن يعلم هذا ولا يدخل في الحج ثم يقول إن تيسر لي تمامه أتممت وإلا قطعته، نقول لأنه نافلة، نقول لا، الحج والعمرة من ابتدأ بهما فعليه التمام، هذا أولا. كلمة أتم يلزمنا أن نتعلم بما يكون التمام، فلا بد أن تعرف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف حج حتى تتمه، لأنك لن تتم الحج إلا إذا أخذت عن رسول الله مناسكك وحججت كما حج، وإلا سيكون حجك ناقصا. فينبغي لمن عزم على الحج أن يتعلم كيف يحج، وأن يعرف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، ولا يذهب هكذا كالأعمى ويتخبط ثم يبدأ يسأل المشايخ فعلت وفعلت. ما لا يتم الواجب به فهو إلا به، ما لا يتم العمل إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالتمام، تمام الحج واجب، فعلينا أن نتعلم هذا الحج. وأتم الحج والعمرة لله، كلمة لله تدل على الإخلاص، إنه ينبغي لمن عزم على الحج والعمرة أن يخلص لله رب العالمين، لا شريك له، لا رياء، لا سمعة، إلا ما سيأتينا من المباح وهو ابتغاء التجارة، لكن الأصل والمقصد لله، ثم تكون التجارة عرضا وتبعا. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني من منع من الحج بأي نوع من أنواع الحصر على القول الراجح بل الصحيح للحديث الصحيح الذي صححه الألباني وغيره، أن من كسر أو عرج أو مرض حل، فمن حصر عن الحرم ومنع من تمام الحج فليتحلل بهدي، يعني يذبح في مكانه هدي ويتحلل، هذا إن كان لم يشترط. فإن اشترط عند الإحرام، بمعنى أنه قال فإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني، فليحل بدون هدي، متى ما حبس، متى ما منع، متى ما صد،
يتحلل من غير هدي. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هذا ليس معطوفا على فإن احصرتم، لا، إنما معطوف على وأتموا الحج والعمرة لله، أتموا الحج والعمرة لله. ولا تحلقوا رؤوسكم، يا من حججتم ولم تصدوا لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. أما المحصر فيحلق رأسه ويذبح هديه في مكانه، يذبح الهدي في مكانه بدلالة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عام صلح الحديبية. إذا عرف هذا فلا ينبغي أن يحلق أو يقصر من الشعر إلا بعد الهدي لمن ساق الهدي، الذي ساق الهدي ما يحلق ولا يقصر رأسه حتى يذبح هديه. فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني إذا تأذى الحاج بسبب مرض في رأسه، قرحة يحتاج إلى عملية جراحية تزيل الشعر، قمل كما في حديث كعب بن عجرة، فإن شاء حلق أو قصر ولكن عليه فدية وهي صيام أو صدقة أو نسك. صيام 3 أيام أو صدقة إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع كما جاء في الحديث الصحيح، أو نسك ذبح شاة فما فوق. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني إذا تيسر ركب الوصول إلى الحرام من غير حصر، هذا معنى أمنتم، فما استيسر من الهدي. يعني من أراد أن يتمتع بالعمرة، والتمتع نوعان يا إخوان، تمتع خاص وتمتع عام. التمتع الخاص هو ما يعرفه الفقهاء من التمتع، بمعنى أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم تفرغ منها، ثم إذا جاء الحج تحرم بالحج وتتمه، هذا اسمه عند الفقهاء التمتع، ولا يذكر في كتب الفقه إلا هذا. وإذا قيل التمتع فهو المعروف، فهو هذا، هذا يسمونه التمتع الخاص. أما التمتع العام وهو مذكور في الآية ومذكور في السنة بعض الصحابة كما في الحديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، مع أنه قارن بالإجماع وساق الهدي، ولكن يطلقون عليه متمتع لأن المقصود التمتع العام، وهو التمتع المعروف الخاص زايد القران. فالقارن يسمى في الكتاب وفي السنة متمتع. لماذا؟ بعض الناس يذهب ويحسب أنه سمي التمتع تمتعا لهذا الفاصل بين العمرة والحج، لأنك تتمتع بعد أن تفرغ من عمرتك، تحلق رأسك وتتطيب وتلبس ثيابك وتقرب أهلك، فظنوا أنه سمي التمتع لهذا الاسم، لهذا الفاصل بين الحج والعمرة، في متعة في فعل محظورات الإحرام، وهذا غير صحيح. انظروا إلى كلمة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، تمتع بالعمرة إلى الحج، المقصود أنه أتى بالعمرة والحج في سفر واحد. فقد كان في السابق السفر صعب شاق، أن يأتي واحد مثلا من عمان يأتي بعمرة ثم يرجع ويأتي بحج في عام قادم، هذا صعب شاق. فيقول له الله إن أردت أن تتمتع في سفرك بعمرة وييسر لك الأمر وتأتي بالحج والعمرة في سفر واحد فافدي، عرفت؟ إذن القارن تمتع بالعمرة ما احتاج إلى سفر، والمتمتع المتعة الخاصة متمتع ما سافر ليأتي بعمرة أو بحج. فالتمتع أنه تمتع بترك السفر ما أحتاج إلى سفر آخر، ها؟ لا، هذه المتعة الخاصة، هذه المتعة الخاصة وهي اللي سمي التمتع، ولا يعرف المسلمون الآن تقريباً
لو ما تقرأ كتب التفسير ما تدري أن القران يسمى تمتعا. فيا إخوان، المقصود بالتمتع أنه تمتع في سفره بعمرة، أتى في سفر واحد بحج وعمرة، هذا معنى تمتع. ما احتاج إلى أن ينشئ سفرا لكل واحد من الحج والعمرة، إنما أتى بالحج والعمرة في سفر واحد، فسقط عنه الحج والعمرة في سفر، فهذا يجعله تلزمه الفدية، ففدية. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ما استيسر كما قلنا أدنى وشات. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، في الحج يعني بعد الإحرام. ولذا ينبغي لمن عليه حاج أنه يعني يحرم مثلا اليوم 7 والـ8 والـ9، يكون صائما 3 أيام في الحج، وإن أخرها إلى أيام منى فلا بأس، إذا ما صام قبل يصوم في أيام منى، وهذه خاصة لمن لم يجد الهدي، وإلا فالأصل إنه الصيام في أيام التشريق حرام. فإن شاء صام قبل العيد، وإن صام شاء صام أيام التشريق. والأولى خروجا من الخلاف، لأن هناك من العلماء أنهم الإمام مالك يحرم الصيام في أيام التشريق حتى للحاج، وإن كان حديث عائشة وغير دل على أنه لا بأس بصيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي ولم يصم قبل العيد. قال الله: وسبعة إذا رجعتم. لم يحدد معنى رجعتم في القرآن، ولذا تجدون المفسرين اختلفوا، قيل رجعتم إلى رحالكم يعني خلاص أنهيتم الحج، فالبعض يمكث في مكة أياما وهو لم يرجع بعد إلى أهله، وقيل رجعتم إلى أهلكم. ولكن في صحيح البخاري حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، حديث طويل آخره: وسبعة إذا رجعت إلى أهلك، إذا رجع إلى أهله، وسبعة إذا رجع إلى أهله. فالأولى أن يترك الصيام إذا رجع إلى أهله، وإن صام في مكة أو في الطريق فبالاتفاق أنه يجزئه. ها؟ يصوم يوم عرفة إذا كان عليه هدي ولا يستطيع، إن شاء، إن قدم الإحرام يعني أحرم اليوم 6 وصام 6 والـ7 والـ8 فالأولى أن لا يصوم يوم عرفة. السنة أنك ما تصوم يوم عرفة، لكن يرخص لمن لا يجد هديا أن يصوم يوم عرفة إذا لم يجد هديا وهو متمتع أو قارن. قال: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هذه الفدية، هذه الفدية تجب على المتمتع وعلى القارن الذي سماه القرآن متمتع، فمن تمتع إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، هذا هو القول المشهور في معنى الآية. وهناك قول أيضا أنه صح عن ابن عباس وعن عمر وغير أن أهل الحرم لا يجوز أن يتمتعوا، ما يجوز لهم أن يتمتعوا، لابد يفردوا العمرة ويفردوا الحج، لأنه كما يقول ابن عباس إنما هو وادي أن تقطعه، يعني تطلع إلى الحرم يا مكي وترجع بعمرة، فما يشق عليك، لماذا لا تفرد العمرة وتفرد الحج؟ على أي حال، المشهور والمعروف والمذهب أن المقصود بذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أن من تمتع من أهل مكة لا هدي عليه، لأن الهدي هدية لأهل الحرم، فكيف صاحب الحرم يهدي لنفسه؟ ما عليه هدي. والقول الثاني أنه لا ينبغي لأهل الحرم حاضر المسجد الحرام أن يتمتعوا، بل يأتوا بعمرة مفردة ويأتوا بحج مفرد، لأنه لا مشقة عليهم في هذا. على أي حال، خلونا على القول الأول المعروف، وهو أن أهل الحرم لا تلزمهم فدية إذا تمتعوا، كرامة لأهل الحرام، هدية لأهل الحرام. من هم حاضروا المسجد الحرام؟
خلاف بين الفقهاء والعلماء. الإمام مالك يرى أنه أهل الحرم فقط، حدود مكة، حدود الحرم، هؤلاء هم حاضروا المسجد. وأبو حنيفة يرى أنه ما دون الميقات، كل من دون الميقات فهم أهل حاضر المسجد الحرام. من كان منزله دون المواقيت فهو من حاضري المسجد الحرام. الشافعي وأحمد يقول من كان بينه وبين الحرام مسافة قصر، من كان بينه وبين الحرام مسافة قصر، وهذا هو الأقرب لدلالة حاضري، فالحاضر عكس مسافر. إذا المسافر الذي بينه وبين الحرم مسافة سفر، على خلاف بين العلماء في المراد بالسفر، لكن المشهور والمعروف أنه مسيرة يومين أو ما يقارب فوق 80 كيلو قليلا، هذه مسافة القصر ومسافة الفطر بالنسبة للمسافر. فهكذا من كان بينه وبين الحرم مسافة قصر فهو من حاضري المسجد الحرام، إن تمتع فلا فدية عليه على القول الأول، أو لا يجوز له أن يتمتع بل يأتي بعمرة مفردة وحج مفرد على القول الثاني. ثم قال الله الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، الحج الآن خبر يحتاج إلى، يعني الحج يعني وقت الحج، أوقات الحج أشهر معلومات، أو كما يقول البعض الحج الكامل حج أشهر معلومات. ما معنى هذا الكلام؟ يتضح في خلاف العلماء بعد اتفاقهم أو شبه اتفاقهم على أن، بل اتفاقهم على أن شوال وذو القعدة من أشهر الحج، ثم خلاف بين مالك وغيره من جماهير العلماء، وهو هل كل ذو الحجة من أشهر الحج أو العشر الأولى؟ العشر الأولى متفق عليها. الإمام مالك يقول كل شهر ذي الحجة من أشهر الحج. خلونا بالقول الأظهر وهو أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، عشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. ما معنى أشهر الحج؟ ما معنى أشهر الحج؟ يعني هذه أوقاته، مواقيته الزمنية، الزمنية. فيؤخذ من هذا أحد قولين. الإمام الشافعي يقول هذه الأشهر هي مواقيت للحج مثل مواقيت الصلاة، فكما أن الصلاة لا يجوز أداؤها قبل دخول وقتها، فكذلك الحج لا يجوز الإحرام به قبل أشهره. فالشافعي يرى أن من أحرم قبل شوال، يعني لو أحرمت بالحج في رمضان ليس لك حج، وينقلب إلى عمرة، ما يصبح لك حج، لأنك كأنك كبرت تكبيرة الإحرام قبل دخول وقت الصلاة. هذا قول الشافعي. جماهير العلماء يقولون الحج ينعقد في كل السنة، لكن مو معناه تأديه في غير الوقت، إنما تلبس الإحرام في أي وقت، انوي الحج حتى في شهر المحرم وابقى على إحرامك حتى يأتي الحج وتؤدي الحج. يقول الجمهور لا بأس أن يحرم، لكن الأولى والأكمل والأفضل أن تحرم في أشهر الحج. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، إن التمتع لا يكون تمتعا إلا إذا أحرمت بعمرته في أشهر الحج. فلو أحرمت في رمضان ثم بقيت في مكة ولم ترجع إلى أهلك، وجاء وقت الحج وحججت، الآن أنت غير متمتع بل مفرد. لماذا؟ لأنك أحرمت بالعمرة في قبل أشهر الحج، أول يوم من أيام الحج وشوال، أول شوال. فمن أراد أن يتمتع فعليه ألا يحرم إلا في شوال فما بعد.
هذا معنى الحج أشهر معلومات. والأولى ما دام هذا الخلاف قوي واللي في الكفة الأخرى مثل الإمام الشافعي، لا ينبغي للإنسان أن يضيق ما وسعه الله، لا 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 تحرم إلا في أشهر الحج. قال الله: فمن فرض فيهن الحج. كلمة فرض يعني ألزم على نفسه وأوجب. الفرض كما يقول ابن جرير هو الالتزام والإيجاب، فيدل هذا على ما دلت عليه الآية السابقة أن من دخل في نافلة الحج صار فرضا، فيجب عليه أن يتمه ولا يفسخه حتى ينتهي منه. ولو أراد أن يتخلى عن الحج فهو محرم إلى أن يتحلل بالتحلل المعروف، يجب عليه ويأثم إذا فرط. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث الجماع ودواعيه، وكل حديث من شأنه أن يثير الغريزة الجنسية، قيل بحضرة النساء وقيل عموما. فلا ينبغي للحاج أن يرفث، بمعنى أن يتكلم بالجماع ودواعيه والغزل وأي شيء من دواعي الجماع. ولا فسوق، الفسوق كل المعاصي سواء في حقوق الله أو حقوق الخلق. فلا ينبغي لمن في بيت الله وفي يعني متلبس بحج عبادة لله أن يفسق، سواء عن طريق العين أو طريق الأذن أو اللسان، سب، شتيمة، غيبة، نميمة، كذب، بهتان، أو اليد كالمدافعة وأذية المسلمين أو المزاحمة بالنسبة للقوي عند الحجر، أي أذية لا تفعلها بلسانك أو ببدنك أو كل ما يؤذي الآخرين اتركه. ولا جدال، الجدال هي المماراة والخصام الذي يؤدي إلى الغضب، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن ننشغل بعبادة الله وطاعة الله، فهذه الأمور الرفث والفسوق والجدال تصدنا عن ذكر الله وعن طاعته وعن عبادته. فالأولى أن نبتعد عن كل ما ليس من شأنه عبادة. فكيف بالفسوق والجدال والرفث الذي هي في الغالب معاصي وذنوب؟ وما تفعل من خير يعلمه الله، هذا حث الحاج على الإكثار 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 من طاعة الله. استغل الموسم، استغل اللحظات، فأي خير تيسر لك افعله. ومعنى يعلمه الله أنه يعلمه ويحفظه ويثيبكم عليه، لا يخفى عليه شيء جل جلاله من صغير أو كبير، فهو محفوظ لك. فينبغي أن تحرص أشد الحرص على الإكثار من فعل الخيرات، سواء المتعدية نفعها للمسلمين من صدقة وإعانة عاجز ونحو ذلك، أو ما يخصك. وما تفعله من خير يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لولا سبب النزول لقلنا أن الحديث عن زاد التقوى وحسب. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، الحديث عن زاد التقوى يعني ما يزيد التقوى وينميها من طاعات وعبادات. لكن سبب النزول دل على أن كلمة تزودوا المقصود بها الزاد الحسي المادي، فينبغي للإنسان أن يأخذ زاده ولا يزعم أنه متوكل على الله أو يتسول من أيدي الناس، إنما عليه أن يتزود. بل من السنة أن نهدي هدايا لأهل الحرم، فالهدي هو نوع هدية لهؤلاء. فينبغي لك على أقل الأحوال أن تكف نفسك وتتزود بزاد من ماء وطعام ولباس وما تحتاجه في هذه الرحلة المباركة، ولا ينافي هذا التوكل أبدا. ثم حث على زاد التقوى، حث على زاد التقوى، وبين أنه خير من الزاد الدنيوي والمتاع الدنيوي، فإن خير الزاد التقوى، يعني اتقوا الله. ولذلك أكده بالأمر
واتقوني يا أولي الألباب، اتقوني يا أولي الألباب يا أصحاب العقول. هذا المكان مكان تقوى، هذا الزمان زمان تقوى. أنت في بيت الله ومتلبس بالحج بعبادة هي ركن من أركان الإسلام، فإن لم تتق الله في هذا الزمان وفي هذا المكان فمتى تتقي؟ الذي لا يتق الله في هذه الرحلة المباركة ليس من أصحاب العقول. كما أننا ولله المثل الأعلى، لو أن إنسانا يجالس الملوك ثم يجبههم ويخاطبهم بسفه ويعصيهم في بساطهم، فنقول هذا والله لا عقل له، اللهم إلا إن كان ممن يقول كلمة حق عن سلطان جائر ويريد أن يكون خير الشهداء. أما إن كان لا يريد دين ولا آخرة وإنما بسفه بدون حكمة، فنقول هذا الإنسان ما له عقل، واحتمال أن الملك لا يؤاخذه لأنه يعتقد أنه غير عاقل. فمن ولله المثل الأعلى، من يعصي الله في بيت الله وفي حرم الله وهو متلبس بعبادة عظيمة وشعيرة تعظم فيها شعائر الله فلا عقل له. ولذا قال فاتقوني واتقوني يا أولي الألباب، غض بصرك وكف سمعك واحفظ لسانك واحفظ جوارحك من أذية خلق الله، وكن تقيا نقيا كما يريد الله. هذه رحلة تطهير، رحلة تزكية، رحلة تصفية، رحلة تنقية من درن وأخلاق بذيئة وعادات قبيحة يتساوى فيها الجميع. لا تظن لك فضل على الآخرون، كلكم في بيت الله. وتأمل كيف كررت التقوى هنا، فإن خير الزاد التقوى، ثم واتقوني، وقبلها واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وقد ختمت الآية السابقة بما ختمت به، وهي فيها زجر شديد، واتقوا الله ومن لم يتق الله فاعلموا أن الله شديد العقاب. لأن هذا الموطن يا إخوان، كما هو موطن تقوى فهو موطن فجور ومعاصي، تقترب النساء كثيرا من الرجال وتطلق الأبصار ويكثر التندر والاستهزاء بالمستضعفين والمعوزين والمحتاجين والشيوخ ونحوهم كما تسمعون من جهلة الشباب وبعض الفسقة من تندرهم، وهو موطن أذية، يزاحمك غيرك، يؤذيك غيرك، فتضطر أحيانا أو تظن أنك مضطر إلى أن تقاتل وتؤذي، وبعضهم يحوط نساء بطريقة فيها أذية للآخرين ويتعمد الأذية بيديه. فالمكان موطن معاصي، موطن معاصي. فكذلك لقطة الحرم لا تلتقط، فقد يتيسر لك مال أو شيء ضائع، ينبغي أن تتق الله وأن لا تقرب هذه اللقطة إلا إن كنت معرفا. فلما كان المكان لكثرة التجمع وجهلة بعض النساء من الانضباط باللباس الشرعي وأذية الآخرين لك، أذية، هناك من يؤذيك فتزيد في رد العقوبة، أو تؤذي من لم يؤذيك كما نراه من بعض الجهلة، فقيل واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. فالويل لمن لا يتق الله في هذا المكان والزمان، الويل له. ولذلك وصف بأنه لا عقل له، ما له عقل. واتقوني يا أولي الألباب، فالذي يتق الله هم أولي الألباب. أما من لا يعرف حرمة الزمان ولا حرمة المكان لن يتق الله. ثم قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني التجارة، التجارة بأنواعها وكل ما يكون سببا لكسب مادي بسبب الحج فقد أذن الله فيه، مباح إذا كان مباحا فالحمد لله، هذا من فضل الله جل جلاله وأنه لا ينقص الإخلاص. فلك أن تحج ويكون القصد الأول الحج، ثم تعمل أو تتاجر أو تخدم أو تيسر للحجاج حجهم وتكسب من وراء ذلك
أموالا، كله إن شاء الله من فضل الله. وسماه الله فضل، أن تبتغوا فضلا من ربكم، أن تبتغوا فضلا من ربكم لأمرين، والله والعلم عند الله. الأمر الأول تحبيبه للعبد، لأنه الأصل أننا نتحرج أن نتاجر، يعني كأننا نقول الأصل أن نتعبد، نتألى، نخلص حجنا، يكون قصدنا الحج فقط. فكونه يسميه الله فضلا من ربكم، هذا يحبب هذا العمل الذي هو في الأصل المسلم لا يرتاح له، يتحرج منه، لأنه يخشى أن يزاحم النية ويزاحم الإخلاص. الأمر الثاني البيان أن العبد إذا رزق فهو ليس بعقله ولا بذكائه ولا بجارحته ولا بعلمه، أتيت عن علم، فهو فضل من الله، جعل السبب يسوقه لك، فالسبب سائق، أما هو في الواقع فهو فضل من الله. فينبغي للعبد أن يحرص قدر ما يستطيع في إلغاء الأسباب من شعوره، لا يقول أنا أكسب بعلمي بذكائي بتخطيطي، بل ينسب الفضل إلى مستي الفضل وهو الله. يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وينبغي للمسلم، المقصود بالمشعر الحرام مزدلفة، لأن العرفة ليست حرام، فهي أول الحرم، مزدلفة حرم، وعرفة ليست حرم، فسميت مشعر حرام لأنها من الحرم، ولها حرمتها ومكانتها ومنزلتها عند الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن نطيع الله، فنكثر من ذكر الله في هذا المكان. للأسف أن الأكثر كما رأيت لا يذكرون الله عند المشعر الحرام، بل يبادرون بالنوم، ثم في منتصف الليل يتعجلون الذهاب، وتذهب العبادة العظيمة لهذا الخاصية الذكر عند الحرام، عند المشعر الحرام. فالذي لا مستضعفين معه ينبغي أن يحرص على أن يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في البقاء في المشعر، ويكثر من ذكر الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.